السودان من استئناف دوره الدولي. ليس صحيحا أن كل النظم الوطنية اضطهدت الجنوب، ففي كل النظم الديمقراطية جرت مبادرات وأعمال للتراضي والعدالة أجهضها انقلابيون، وهم لم يفرقوا عندما يجروا انقلابهم في بطشهم بين جنوبي وشمالي. ومصلحة الجنوب في التضامن مع قوى الاستنارة في الشمال والحيلولة دون انفراد قوى الانكفاء. قوى الاستنارة هذه تبرأ من تخوين وتكفير خيار الانفصال، وتعمل على هزيمة الانفصال بإزالة الأسباب الطاردة التي دفعت إليه في المقام الأول. إن الدعوة للانفصال دون مخاطبة السلبيات التي أظهرتها تجربة الحكم الذاتي شبه المطلق، ودون تقديم برنامج إصلاحي جذري يزيل تلك السلبيات، دعوة قاصرة. وإذا تحقق الانفصال بموجبها فسوف يؤدي إلى خيبة أمل كبيرة. كذلك الدعوة للوحدة دون تقديم رؤية إصلاحية سوف تستنسخ الحالة الراهنة بتأزمها. المطلوب في الحالين تقديم برنامج للناخب الجنوبي تتجاوب مع مصالحه وكرامته. هذا الطرح الوحدوي المرشد هو ما ينبغي أن تقوم به هيئة قومية ذات مصداقية عالية تخاطب الناخب الجنوبي والرأي العام الشمالي، بل ودول الجوار التي يهمها ما يجري في السودان. الدول في العالم الثالث سيما في إفريقيا عانت من الاضطرابات والانقلابات منذ استقلالها، فهذا ليس عيبا قاصرا على السودان. والجنوب المنفصل منفصل لظروف موضوعية ظاهرة الآن لن يكون استثناء. الشكوى من التهميش ينبغي أن توضع في إطارها الصحيح. كانت الحركة السياسية الجنوبية ضعيفة جدا. الحركة السياسية الجنوبية الآن مؤهلة وقادرة ولا يمكن أن تهمش، بل في المرحلة الانتقالية الماضية كان دورها مع المؤتمر الوطني دور مهمشين للآخرين. إن نضج الحركات السياسية في كافة مناطق السودان هو الترياق المضاد للتهميش، وضمان أن يكون لهم شراكة حقيقية في بناء الوطن. قصة التهميش تتعلق كذلك باستعداد المهمش أن يهمش، وهذا طبع في البشرية ونتيجة للتعليم والوعي والانحراف الاجتماعي. تغير الحال في كل مجال. روى لي دكتور فرانسيس دين أن أصدقائه من أهلنا المسيرية احتفلوا به لدى بعض زياراته للبلاد، وشرع المتحدثون يفاخرون بأنسابهم في جد أو جدة دينكاوية. قال لهم: شكرا على تبدل الحال، لقد كنتم في الماضي تخفون هذه الأنساب. نعم، من الناحية السياسية كان الصوت الجنوبي في مراحل مضت غير مسموع، ولكنه الآن يحظى بوضع فريد، شريك في الحكم وشريك في المعارضة وذو وزن خاص إقليميا ودوليا. إنه موضوعيا مسموع وزيادة، فإن لحق به قصور فلأسباب ذاتية. إن للسودان الموحد دورا هاما في إفريقيا القارة، لأنه قطر موحد يمثل أفريقيا مصغرة، ويمكنه أن يقوم بدور مفصلي في وحدة القارة جنوب وشمال الصحراء وفي أسرة حوض النيل وفي العلاقات العربية الأفريقية. كل هذه الأدوار التاريخية يبددها الانفصال مبددا بذلك رسالات تاريخية. والحضارة الكوشية من أهم إنجازات الإنسان الأسود الحضارية، وهي تشد الجنوب شمالا. رابعا، الجنوب فيه عوامل عدم استقرار ذاتية، مثلا الاختلافات حول الحدود بين الوحدات الإدارية والقبائل. ونتيجة لذلك قال في استطلاع الخبراء أن 53% من سكان الجنوب يتوقعون نشوب حروب داخلية. خامسا، هناك خلافات شمالية جنوبية كثيرة، وخلافات تباين بين الشريكين الآن تبلغ 20 حالة. ونتيجة لذلك يتوقع جنوبيون استطلعت آراؤهم بنسبة 43% نشوب حرب. إدارة الاستفتاء، الاستفتاء لتقرير المصير أهم من الانتخابات. ورغم عيوب مفوضية الانتخابات وما أشرفت عليه من عمليات معيبة وما أثارت ضدها من اتهامات وما ثبت عليها من مآخذ بعدم استقلاليتها ولا نزاهة الانتخابات التي أجرتها، فإن مفوضية الاستفتاء بمقاييس موضوعية أسوأ منها. وقد نص الدستور على أن تكون مستقلة وقادرة على إجراء استفتاء حر ونزيه. المفوضية لا تستطيع العمل كفريق، وفرعها الجنوبي لا يخضع لتوجيهاتها، وما سوف يحدث على أرض الواقع سوف يكرر تجربة الانتخابات في الشمال وفي الجنوب. والمتوقع
أن هذه المفوضية إما سوف تتفكك قبل الاستفتاء أو سوف تجري استفتاء معيبا لن تقبل نتائجه الأطراف كلها. الاستفتاء ليس كالانتخابات، والاختلاف حول نتائجه سوف يشعل حرب. إجراء الاستفتاء دون الاتفاق على آلية للتداول في الأمور المختلف عليها سوف يجعل تلك الاختلافات تلقي بظلالها على عملية الاستفتاء. نتيجة الاستفتاء إذا كانت للوحدة ومختلف عليها فإنها سوف تشعل حربا أهلية، وإذا كانت الانفصال وغير متفق عليها فإنها سوف تشعل حربا بين دولتين. الاقتراح المعقول في هذا الصدد هو إسناد ما لا يمكن حسمه من القضايا الخلافية لمفوضية حكماء وطنيين ويعطاهم الوقت الكافي، وإسناد إدارة الاستفتاء للأمم المتحدة ضمن ضوابط متفق عليها مثل ما كان الحال في تيمور الشرقية وكوسوفو. إذا اتفق على هذا الإجراء تجرى التعديلات المطلوبة، فالقانون شرع للمصلحة العامة لا لتحقيق مفسدة مؤكدة. أما الحديث عن مراقبة الأمم المتحدة فسوف تكون المراقبة أعجز من أمس وأنمي لغياب الصلاحيات الكافية. الوحدة المرشدة أو التوأمة، إذا كنا نريد أن نحسن فرص ترجيح الوحدة وهو مطلب وطني، وإذا أردنا ألا نجعل من الانفصال طلاقا بائنا بل انفصالا واصلا، وإذا أردنا أن نحصر الأمر تماما بين الوحدة المرشدة والانفصال الوصالي وأن نعمل كل ما يجب عمله للحيلولة دون تجديد الحرب، فعلينا أن نعود بأمر الوطن إلى طاولة تكوينية أجندتها الأسس الجديدة للوحدة وبروتوكول جديد للتوأمة. مقومات هذا البروتوكول الجديد للتوأمة: كفالة مصالح عادلة لمنطقتي المشورة، أبيي إكمال الاتفاق ليضم بقية الأطراف وإشراك السكان وجعلها جسر وحدة في حالة الوحدة ومنطقة تكامل في حالة الانفصال، كفالة حقوق عادلة للقبائل الرعوية، كفالة الحريات الأربع من تنقل وإقامة وتملك وعمل للجنوب في الشمال وللشمال في الجنوب، الاتفاق على تعاون تنموي، إبرام معاهدة أمنية تلزم الطرفين بحسن الجوار والتعاون ضد أي مهددات للأمن القومي. إن للسودان مصلحة في الوحدة وللوحدة استحقاقات ينبغي الوفاء بها، وإذا فاتت تلك المصلحة فإن للسودان مصلحة في التوأمة، وفي كل الظروف فإن للسودان مصلحة في تجنب الحرب. هذا هو تصورنا للمصلحة الوطنية في هذا الظرف التاريخي. أقول ختاما، في أبريل 64 أثناء الحكم الدكتاتوري الأول أخذنا على النظام تعامله مع أزمة الجنوب من زاوية أمنية ضيقة، شجبنا ذلك النظام وتعرضنا لمساءلة بواسطة وزارة الداخلية. وفي مارس 86 شاركنا في ملتقى كوكادام فتكون تحالف مضاد لإعلان كوكادام يقف ضد ذلك الإجراء. في 88 قبلنا مبدئيا اتفاق المرغني قرن وسعينا لتوسيع قاعدته، وقد توج الموقف ببرنامج القصر 1989 والاتفاق على المؤتمر الدستوري في 18/9/89. وفي 93 رأينا حتمية الاعتراف بحق تقرير المصير للجنوب كردة فعل لسياسات النظام الانقلابي الإقصائي، فتعرضنا لعقوبة السجن. الآن نقول بوضوح إن المصلحة الوطنية توجب التبشير بأسس جديدة للوحدة وبالاستعداد لخيار التوأمة في حالة قرار الانفصال، على أن يتفق على ذلك في منبر قومي عاجل لتغيير توجهات الرأي العام الحالية التي تدعو في الشمال لوحدة هي عبارة عن استمرار الوضع الراهن، وفي الجنوب الانفصال هو عبارة عن استمرار أيضا للحالة الراهنة، وفي الحالين هذا انسداد سياسي مهدر للمصلحة الوطنية. سوف نبشر من منطلق قومي بهذه الرؤى مستقطبين الكافة ومخاطبين كافة الأحزاب الجنوبية والتجمعات الجنوبية في الشمال والجنوب والصحف الناطقة بالإنجليزية والصحافة العربية والكنائس في حملة شاملة، وسوف نطوف على دول الجوار مبشرين بهذه الرؤى ونخاطب الأسرة الدولية بكل قنواتها. وفي هذا الصدد كان رأينا أن أمام الولايات المتحدة فرصة حقيقية لتحقيق انتصار في سياساتها الخارجية يساعد السودان، ولكن سألنا مسؤول أمريكي عن الرأي في سياساتهم في السودان، قلنا له السودان فيه احتمال لنجاح سياساتكم لأن كافة الأطراف السودانية ترحب بدوركم
وبالرغم من هذه الفرصة